لا تزال صناعة السكاكين صامدة في الموصل رغم ما مر على المدينة من دمار وخراب أدى إلى تهجير العديد من الحرفيين الماهرين منها. هنا في سوق الحدادين الأثري في الموصل المبني منذ أكثر من 120 عاماً، يصر رياض نعمة المعروف بالموصلي أن يتابع ما بدأه أجداده في هذه المهنة التي تقترب من الانقراض. فهذه مهنة موروثة عن الوالد وعن عمي رحمه الله، وهذه من أحلى مهن الموصل، معروفة الموصل بالمهن الشعبية عبر مئات السنين، يعني هذا السوق مئات السنين نتوارثه بهذه المهنة الجميلة، وأنا مبدع بها الحمد لله ومحب لها ومحب أنه تكون هذه شهرة لي ولأهل مدينة الموصل. ويقصد السوق يوميا العديد من الزبائن الذين يتوجهون إلى دكان رياض لإصلاح أو شراء سكاكين جديدة منه، والتي باتت تعرف بدقتها ومهارة صنعها، ويشهد بها حتى جيرانه ومنافسوه. أكو معامل يجون عليه، معامل ثابتين يجون عليه، وناس همين تيجي من خارج عليه تحد عنده وتشتري من عنده غراض كل السنة. هاي يام رياض الحدة خوش حدة، شغله نظيف وما يغل، شغله من الامتياز يعني مميز، يعني الناس تشتغل وبحد وبكفة، يعني 90% يشتغل هو لأن ينصح بالشغلة استاذ. أمام هذه الشهرة التي يتمتع بها رياض، يؤكد أن هدفه الأساسي ليس الربح بل الحفاظ على هذه المهنة العريقة، رغم عدم اهتمام الحكومة بهذه المهن التقليدية. وما أجمل المهن الفنية اللي أبدعت بها الموصل، الموصل أم العلم أم الإبداع وأم الفن والحضارة والتاريخ. السكاكين التي تنتج في سوق الحدادين في الموصل تواجه هذه الأيام منافسة قوية من السكاكين المستوردة، لكن الحدادين الموصليين يصرون على الاستمرار بتطوير مهاراتهم والارتقاء بصناعة السكاكين ولو أنها لا تدر إلا الربح القليل.